بس خلي اقول لك ست فتون. ايه. انا من هاي المحطه ايه. اقول عن نفسي وعن هاي البنيه الورده اللي وياي وعن هذا الولد الراقي وحتى عن ست استبرق رغم انه العلاقه يعني مو كلش قويه. نعم. انا اقول اي واحد يعتقد انه عنده امكانيه او بامكانه ان يقبل تدريب احنا حاضرين، انا شخصيا حاضر في اي وقت فارغين احنا ممكن نوفر له فرصه تدريبيه ومجانا وما نريد اي شيء من حلو عندنا. هذا الشيء على الاقل الخبره اللي عندنا ننطيها وسويناها دكتور سويناها اكثر من مره. احنا نريد نحكي فيها بس احنا سويناها. واحد يقول لنا شكرا لا لا ست استبرق كانت وياي في احدى الاسمات شافونا بالمعهد والان بالشاشه نعم. اللي اعطيناهم دورات بالمجان هم بالشاشه الان.